وهانم ما عندهاش استعداد انها تشتغل؟ على كل حال اذا فكرتي تشتغلي اتصلي بقى في النمره دي. مش ضروري، يبقى كمان يبلغ حضرتك. وماله؟ خلي الكارت معاكي، ممكن تحتاجيه في اي خدمه. تبقى تكلميني في النمره المباشره دي. اتفضل يا فندم. الحقيقه انت منوره الحفله. امال فين كاس المدام؟ هي اصلها ما ميرسي، ما بشربش. صحتك يا فندم. صحتك. الحقيقه المدام بتاعتك كلها رقه. عن اذنكم. اتفضل. فرصه سعيده. شكرا. مع السلامه يا فندم. مالك مبوزة ليه؟ عايز امشي. ليه؟ عايز امشي يا اخي. انا عارفك ما انتش وش حفلات كده. طب اتفضل. ايه ده؟ كارت المدير العام بتاعك انتهى فرصة انك قمت وادهولي. فيها ايه؟ مش فاهم. لا افهم. انت سيئة النية كده ليه؟ خلاص من قلة استاد هيعكسك انت؟ أجمل واحدة في الحفلة ولا هو ما عندوش نظر؟ وأمام الأرقام والإحصائيات التي ذكرتها أمام حضراتكم، يطرح أن الأستاذ كمال عبقرية اقتصادية فذة يجب التمسك بها ودفعها إلى الأمام وتشجيعها حتى تعود مجهوداته بالخير على الشركة والعاملين بها. أي بص، في هنا اهو. وريني معاك. مساء الخير يا هناء. أهلا حبيبي. مساء الخير يا عمرو. أهلا بابا. ازيك حبيبي؟ يلا هناء البسي بسرعة. ليه؟ سعفان بيعزمنا على بارتي عنده في البيت، ده بيعتبرني صاحبه دلوقتي. بارتي؟ أيوه. لو النبي عارفين انا من حكايه البارتي دي. اوه، ما تخليكي مديرنا. امال يلا حبيبتي، يلا يلا. انا قلت لك يا كمال 100 مره الراجل ده ما بستريحلوش. اوه، انت ما حدش عاجبك خالص. لازم تكوني اجتماعيه. اي ست في الدنيا بتقف مع جوزها على الاقل تشرفه قدام الناس. طب وعمرو؟ عمرو هيروح عند الجيران، مش كده يا حبيبي؟ ايوه. هنقعد نمرمط في الولد بالشكل ده؟ اوه، يعني احنا هنغيب قد ايه بس؟ دي كل الحكايه ساعتين. يلا حبيبتي، يلا 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 يا عمرو. يلا حبيبي، يلا. اهلا هنا. هان اهلا كمال. اهلا بيك. تفضلوا البيت بيتكم. شكرين قوي. تفضلي. عن اذنكم دي يا عم. العفو فين. تفضل. مساء الخير يا فندم. اهلا. مساء الخير. اهلا وسهلا. شايفه الناس اللي عايشه؟ بصي بصي الست اللي هناك دي، دي تبقى مرات المدير المالي. اللي جنبها دي تبقى مرات العضو المنتدب. ما تروحي تصاحبي معاهم، دول ممكن ينفعوني في الشغل. روحي. والنبي يا كمال تسيبني في حالي، انا ملخومه خلقه. شرفتونا وانستونا. متشكرين يا استاذ. ايه هنا يا هانم؟ الواحد ما يشوفكيش الا في السنه مره. اصلنا ما بنخرجش يا سعفان بيه، ملناش في الحفلات. تحبوا تشربوا ايه؟ اللي تشوفه سيادتك. اتفضلي. متشكرة، ما بشربش. بتكسفنيش. شايف يا كمال بتكسفني؟ سعفان بيه مد ايده بقى، ما يصحش. ايه كمال؟ ما انت عارف اني ما بشربش. معلش عشان خاطر سعفان بيه، اشربي. في صحة هناء هان. في صحتك. في صحتك. اشربي. ايه ده؟ اجيب لك كوباية مية؟ اتفضلي. أمال فين المدام يا فندم؟
مدام سافرت يا ستي، راح تقضي لك عاملهم في اوروبا وسايباني لوحدي هنا. دنيا كده، هي تتفسح وانا اشتغل هنا. رجاله تكسب عشان الستات تصرف. محتاجه اي حاجه من باريس، من لندن، اطلبي ما تكسفيش. ابعت المدام تجيبها لك معاها. على العموم ادي كارت الثانية. اكيد ضيعت الاولاني، مين عارف يمكن المره دي تفتكريني. اتفضلي. اطمني يا مدام، لحقناها من اولها، مش لازم يتعرض للهوا. تجيبوا له الادويه دي وياخدها من النهارده. عن إذنك، عن إذنك. اتفضل. هات 2 جنيه من مصروف البيت بسرعة. هاتي. مالك يا كمال؟ الدكتور قال حاجة تانية؟ عنده ايه الولد؟ احنا مش في اللي عنده دلوقتي، احنا في الأدوية دي هنجيبها منين؟ خد بيع دي لحد ربنا ما يفرجها. يفرجها النهاردة وبعد كده. ريتني كنت جوزت واحدة موظفة، كانت ساعدتني بقيتها في مصيبة زي دي. علم الجواز وسنين الجواز اللي خلي الواحد يمد ايده ويستلف. هات يا شيخة. يا سيدي بسيطة، أهم حاجة نقوم بالسلامة. اكتب الاستمارة وأنا هديهم تعليمات يخصموا الصرف على 12 شهر. ربنا ما يحرمناش منك يا فندم. أظن هنم الآن. طبعا يا فندم. سلم لي عليها، ضمنها إن أمراض الأطفال ما يتخافش منها. دي هي النهاردة يا فندم هتدعي لك لما تعرف إن سيادتك وافقت على السلفة. العفو، روح انت علشان تلحق الخزنة. على اذنك يا فندم. متشكر. العفو. متشكر قوي. ابعتي لي محمود السواق. سعيدة هنا. أهلا. ازاي دلوقتي؟ كويس. الله، انت لسه بتعيطي؟ خلاص يا ستي، اديني استلفت 20 جنيه بس. اعملي حسابك مصروف البيت هتاخديه ناقص 3 جنيه كل شهر، وتبقي تتصرفي بقى مع اهلك كملهولك. اتفضل. 50 جنيه ما هبعتهم، اتصرف فيهم. الله يفي الخير اللي افتكر. طب بتعيط ليه بقى بدل ربنا فرجك؟